عزيزي المشاهد، كلمة جميلة اسمها النعمة. النعمة اللي قال أحدهم إنها عطية مجانية لمن لا يستحق. أحد الخدام البسطة الجمال قال العبارة دي، قال إنه النعمة هي اللي ما عملش ولا حاجة وما يستاهلش أي حاجة، ياخد كل حاجة من غير ولا حاجة. قال بولس لتلميذه تيتوس في الأصحاح الثاني عدد 11، لأنه قد ظهرت نعمة الله. نعمة الله ظهرت، ونعمة الله النهاردة هي اللي جاي أكلمك عنها. نعمة الله ظهرت والله بيقدمها ليك، ونعمة الله بتقدم ليك عطية مجانية للي ما يستحقش. ياللي شايف نفسك ما تستحقش، ياللي شايف نفسك معايا إننا ما نستحقش، الله بيقدم نعمته لينا. ونعمة الله بتعمل ثلاث حاجات في الآية دي. نمرة واحد، نعمة الله بتخلص، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة. أول صفة في النعمة دي إنها مخلصة، بتخلص، تخلص أصعب وأشرس خاطي. نعمة الله تغير زكة، نعمة الله تغير المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، نعمة الله تغير السامرية، ونعمة الله تغيرني وتغير كل إنسان يمد إيده وياخد من النعمة دي. الله بيقدم نعمته للي ما يستحقش علشان يخلص، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. فالنعمة المخلصة بتتقدم لجميع الناس، لكنها بعد ما تخلص مجموعة من الناس، تعلم المجموعة دي معلمة، مش جميع الناس، لا، معلمة إيانا إننا ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. نعمة الله اللي خلصتنا تعلمنا، تعلمنا إزاي نعيش في حياة القداسة والتكريس، تعلمنا إزاي نعيش مختلفين. بنخلص بالنعمة وبنعيش حياة القداسة بالنعمة، لكنها مش بس بتعلمنا ولا كمان بتخلصنا، لكنها كمان بتخلينا ننتظر الرجاء المبارك. نعمة الله بتخلينا منتظرين وطالبين سرعة مجيء ابن الله. يا ترى محتاج النعمة دي؟ محتاجها تخلصك؟ محتاجها تقدسك؟ محتاجها في المستقبل تمجدك؟ نعمة الله، الله بيقدمها ليك. يا بختك لو استفدت بالنعمة دي. قال للمرنم، دي نعمة غنية أعددتها ليا، أعطتها لي هدية لما مشيت وياك. وفي ترنيمة تانية جميلة بتقول، نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. أخويا، النعمة في الماضي خلصتني، والنعمة في الحاضر بتقدسني، والنعمة في المستقبل هتمجدني. تجيش تشاركني النعمة الغنية دي اللي تكفي كل الناس؟